كما تعلمون منذ الفاتح من أكتوبر 2024 أصبحت الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات هي المسؤول الوحيد على توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء إضافة إلى تطهير السائل وذلك بكل تراب الجهة ديال الدار البيضاء سطات. بالنسبة لتطهير السائل من أجل ضمان الاشتغال الجيد للمنشآت والقنوات تقوم مصالح الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بصفة مستمرة بحملات استباقية ووقائية تروم صيانة المنشآت من بالوعات منشآت صرف مياه الأمطار وكذلك الرفع والزيادة من الطاقة الاستيعابية للقنوات عبر عمليات التفتيش والتنقية. بهذا الخصوص مع اقتراب موسم الأمطار إن شاء الله تعالى فمصالح ديال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات قامت بتكثيف الجهود وتعزيز الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية وأطلقت حملة كبرى للتنقية مرفوقة بمراقبة مكثفة وبعملية مكثفة على القنوات ديال الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار. هاد التعزيزات الميدانية الهدف منها طبعا هو اولا تدبير جيد المرحلة والفترات اللي غادي تكون مطيرة بحول الله تعالى وثانيا كما قلت الزيادة والرفع من القدرة ديال الصبيب ديال القنوات وثالثا الحماية من التدفقات. فاليوم بالنسبة لمدينة برشيد اللي كانت واجدوا بها تم تعزيز الاسطول بواحد الخمسة ديال الشاحنات ديال التطهير اللي هي مائية مركبة او سكون ابل دي زيدروكوروز اللي غادي يمكننا اللي كيمكنوا تقريبا من انجاز التطهير والتنقيه ديال تقريبا واحد 220 متر طولي وذلك حسب النسبه ديال الترسبات اللي كيكونوا في القنوات والاشغال الاستباقيه اللي كتكون من تنقيه يدويه للمنشات الفنيه والبلوعات. تصدر اشاره الى انه بالنسبه لمدينه برشيد الشبكه ديال التطهير السائل كتساوي على واحد 500 كيلومتر ديال القنوات اضافه الى مجموعه من المحطات ديال الرفع والتعليه اللي كتمكن من نقل المياه العادمه من الاحياء اللي كتواجد بهذه المحطات الى المحطه الكبرى ديال معالجه المياه العادمه ديال مدينه برشيد. وفي الاخير كنبغي نذكر انه المصالح ديال الشركه الجهويه المتعدده الخدمات كتبقى رهن اشاره الساكنه من اجل الاجابه على الحاجيات ديالهم والمتطلبات ديالهم وتحسين جوده الخدمات.